السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الترحم على رومات كوارا. اليوم سنقف عند المرحوم الحسن البعمراني رحمة الله عليه، الذي كان من خدام الرومات في كوارا، شخص يحبه الجميع وكان دائما منشطا للمجامع. هو الذي يقوم بالتنشيط فيها والتقديم وغير ذلك، وكان عضوا من أعضاء الجمعية لما في التسعينات، كما أنه كان دائما يسعى إلى خدمة الرومان. فرحمة الله عليه ستشاهدونه في حفل 2000، كما ستشاهدونه كذلك في حفل 1985، وأرجو منكم أن تترحموا عليه، فالجميع يعرفه ببساطته، ببشاشته، وبحبه للرومات ومجامعهم. فأترككم مع الفيديو وإلى الملتقى إن شاء الله. ياوي والله الحمد لله لكم اللي باش حاجه يقولوا مقدم تحشموا الاضافه المشكوره انت اللي كتسال هذه اللي قلت لا اتقلت شوية زيد قرطاسه لتحتيا سنتو يا شباب
يلا الشمالي الشمالي نظر المسلم لك هل كحل حاج المختار هذه